جولة على أبرز الأخبار على الساحتين المحلية والعالمية اقتصاديا وماليا. تراجعت أسهم شركة ASML الهولندية لأشباه الموصلات المدرجة في نيويورك بنسبة 16% بعد نشر نتائجها المالية وتقديم توقعات مبيعات ضعيفة، ودفعت معها أسهم كبار مصنعي الرقائق كأنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز AMD وبرودكوم لتسجيل تراجعات قوية أيضا. كشفت بوينغ عن خططها لجمع 25 مليار دولار من خلال بيع أسهم وإصدار سندات. يأتي ذلك بعد إعلانها عن اتفاق مع عدد من البنوك بشأن تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار في إطار سعيها لتوفير السيولة مع استمرار إضراب عمالها منذ شهر. تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 1.7% بسبتمبر مقارنة مع 2.2% في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل من العام 2021 وأقل من الهدف المحدد للتضخم من قبل بنك إنجلترا. تباينت أرقام الدفعة الثانية من نتائج البنوك الأمريكية للربع الثالث، حيث تراجعت أرباح سيتي جروب نتيجة ارتفاع المخصصات، وانخفضت أرباح بنك أوف أمريكا بنحو 12% مع تراجع دخله من مدفوعات الفائدة للعملاء، بينما قفزت أرباح جولدمان ساكس ب 45% بدعم من زيادة عدد الصفقات وانتعاش قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية. عدلت إسرائيل أرقام نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى الأسفل للمرة الثالثة على التوالي، فقد ذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع ب 0.3% على أساس سنوي، انخفاضا من 0.7% والتي أعلن عنها في الشهر السابق و 1.2% التي أعلن عنها في أغسطس. ألغت أرامكو السعودية مشروعها المشترك مع سابك لبناء مصفاة بسعة 400 ألف برميل يوميا في رأس الخير ومشروع كيماويات، كما تم تأجيل اقتراح نقل المشروع إلى الجبيل وفقا لمصادر بلومبرغ التي أضافت أن أرامكو تقوم بمراجعة ثلاثة مشاريع أخرى في الجبيل وينبع على البحر الأحمر، كما تقيم خطط الإنفاق مع التركيز على التوسع في آسيا. تراجعت المبيعات الفصلية لشركة LVMH للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، مدفوعة بتراجع الطلب من السوق الصينية، وتراجعت أسهم شركات منافسة كرالف لورن وأستي لودر في بورصة نيويورك يوم أمس بعد صدور نتائج LVMH.